أهلا أهلا، بوصفة جديدة من وصفاتي معكم. رح نسوي فطيرة جبن بطريقة جدا لذيذة. يلا مع بعض نبدأ. عندي هنا كاسين دقيق، راح نضيف لها رشة ملح ورشة سكر ونحركها مع بعض، وزيت زيتون. راح نحرك زيت الزيتون أو نعجن زيت الزيتون مع الدقيق لحد ما يتداخل، نحاول على قد ما نقدر بهالشكل، يعني عن طريق الفرك بهالشكل. تداخل عندي الزيت والدقيق. الآن راح أبدأ بإضافة الموية. الموية على حسب نوع الدقيق حقكم، يعني أضيف وألم وأعجن وأقرر بعدها. التمت عندي العجينة بالكامل، لكن بستمر أعجنها يعني من 4 إلى 6 دقائق بهالشكل، وبعدين أغطيها وأتركها ترتاح 30 دقيقة. تقريبا 30 دقيقة 40 دقيقة على حسب ما يعطيكم الوقت. نبدأ نفرد العجينة حقتنا، نفردها على شكل بيضاوي شكل مستطيل، بس أهم نقطة إننا نفردها بالكامل تكون رقيقة. بكمل فرد وأرجع لكم. فردت العجينة بالكامل، خلوني أوريكم بس الطرف. شوفوا الطرف اللي من هناك، يعني كلها ملاحظين كلها، خلوها خفيفة. بعدت التصوير شوي علشان يكون واضح لكم. الآن الحشوة اللي أنتم تفضلون، ممكن زعتر، ممكن أجبان، ممكن لبنة، حشوات دجاج، حشوات لحوم. أنا عندي هنا حاطة الفيتا مع أعشاب، وعشان يكون الطعم والنكهة مداعمة فوقها راح أضيف قطع الفيتا مع الزيتون الأخضر. بكمل فرد وأرجع لكم. بعد ما فردت الحشوة الآن راح أمسك الأطراف هذه وأسقطها بهالشكل، وأمسك الجهة هذه وأفردها بعد أو أسقطها بهالشكل. نفس الشيء بداية العجينة من هنا المقدمة راح نقفلها. نقلت الفطيرة حقتنا على صينية الفرن، بس ما صورت لأن يد واحدة ما تصفق. الآن راح أخرمها بهالشكل بس كده على شكل سريع، وبعدها راح أدهن بشوية حليب. طبعا اللي نسيت أقوله لكم، صينية الفرن تراها مسخنة، يعني مسبقة التسخين من أسفل وعلى نار عالية. رشوا السطح بأي شيء تحبونه، حبة البركة، سمسم، اللي تبغون. وعلى فرن طبعا يكون مسبق التسخين مثل ما ان الصينية اصلا مسخنة من قبل.